أجل هذا الكيان الصهيوني الذي يقوم به من التمردات على أهلنا في غزة، من قصف، من ضرب، من أمور كثيرة، وتشريد وقتل أطفال وقتل النساء. نحن في جامعة إدلب نقوم اليوم بوقفة تضامنية مع أهلنا في غزة. طبعا نحن في الشمال السوري المحرر عانينا ما عانوا أهل غزة من قصف وتدمير، فنحن حتى لم نتابع موضوع قصفين والأنقاض اللي موجودة، فنحن في كل لحظة وفي كل ثانية معانين ونشعر المآسي اللي كانوا يعيشوا فيها أهلنا في غزة. رسالتنا هي أن نكون نحن قلبا وقالبا معهم بإذن الله، ونحن واقفون في جنبهم رغم الظروف ورغم الأسى الذي نحن نمر به من قصف وتدمير وأمور كثيرة التي نحن نمر بها، والحمد لله نحن باقون معهم بإذن الله قلبا وقالبا حتى تحقيق هدفنا وهدفهم بإذن الله.